الله يا ربي، هادو ما عرفتش فين مشاو. هادو تعطلو علينا، هادو تعطلو. هادو كنا يجيو عندي ونخرج من هذا الدليل الكلبة ومشى. واخا نولي معاهم كيلعبو. السلام عليكم. السلام عليكم. عيطتي لنا ياك؟ ما كاين باس. عيطت عليكم. هانين بعدا؟ مزيان الحمد لله. كي دايره الامور؟ مزيان الحمد لله بخير. واحد خونا تجيبوا لي باي طريقه، واحد باع لي كلبه تجيبوا لي باي طريقه. هذاك اللي باع لي كلبه قتلته، مات. واحد العساس في المقبره لقى الكلبه وجان عندي ودار لي تأنيب الضمير باش كنت تجيبوا لي باي طريقه الكلبه ديالي. راه عنده دابا، وديك الكلبه باغيها باي طريقه. انا باغي ديك الكلبه ولا باس. تحضر الشاف. اي حاجه قلتيها الشاف نديروها. مرحبا. هذا الشاف ولا تيلعب مع المخزن. نيوم 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 غيحضر 48 ساعه. عطينا على الورد ديالو غنحضروه لك الشاف. غنهنيوك منه. حو بحال قولها درسه وحيدتيها. هذا راه ماشي درسه، هذا راه جدر. خصنا نمشيو ليه كاملين وغادي نجيبو معايا. معاك الشاف. صافي الشاف، مشيو كاملين وتشد الدائره معانا. هذا بعلوك نمشيو ليه دائره على قدها. غنمشيو ليه حنا بثلاثه وغادي نجيبو. غادي نجيبو. مشينا صافي. يلا كيبقيتي شويه؟ صافي بخير. بعدا بقيتي شكايه على مولاك ولفتيني. ولفتي الكلبه لبالو. قول السلام عليكم. كنقولوش حنا السلام. اسمع اسمع اش نقول. انايا راه ما غنقدش على المخزن، راه يدكم طويله عليا. وكيف ما قتلتي داك الدري غتقدر تقتلني حتى انايا. اسمع اش غنقول لك. انا ما غنتعدى عليك ما والو. غادي ندي الكلبه ونبينا عليه السلام، ولا غنطبق معك قانون اخر. تفهمنا؟ انا غندي الكلبه وسالينا. شاف هاد الكلبه هادي راه قتلتي ليها مولاها، ويوميا كتجي عنده للقبر. راه واخا غدا راه عمرها غتنسى مولاها، حيت مولاها كان عزيز عليها بزاف، وهي حاقده عليك انت حيت انت مجرم وظالم وبزاف الحوايج. اسمع اش غنقول لك. هاد الكلبه هادي غنديها ولاباس وسالينا من الهضره. صافي بلا ما نكثروا الهضره ديال الدراري الصغار. سالينا غندي هاد الكلبه وفينيش. اسمع اش غنقول لك. اسمع هاد الكلبه هادي راه ولات ديالي، راه ما بقاتش ديالك. راه كتهرب وكتجي عندي للمقبره. وهاد السيمانه هادي انا اللي وكلتها وانا اللي شربتها وانا اللي ربيتها. دابا راه بغات تمشي معاك ديها. راه ما يمكنش تمشي معاك، راه ولفاتني انا. واش كاين شي واحد كيمشي مع العدو ديالو؟ انت راك عدو ديالها هي. كيفاش غتمشي معاك وغتربيها؟ انت كثرتي الهضره بزاف. نتايا غتعطيني الكلبه ولا ما غيعجبك الحال؟ اش غديروا الدراري؟ ولكن انت غدي هاد الكلب هادي. وهاد الكلب هادي ما غتنساش مولاها وما غتنسانيش انا. انا اللي درت فيها الخير وانا اللي وكلتها. وربي كبير غيجازيك في الاخر. ما تخرجش لك طريفه حتى الكلب ديالك. خذ. ربي كبير. اي واحد غيخلصوا على الفعل ديالو. وما تنساش هذيك الكلبه راه ما غاداش معاك مرتاحه. والله ما غادا معاك مرتاحه. هانيه. فين العلف؟ واش هاني شاع اوكي دير ماشي على السوا اخو مسلكين وصافي تعرفك لك. شنو كاين شي حاجه ولا والو؟ موجود انا في والو. قلب قلب الشاف عدو الحشيش. عدو الحشيش كحالة كحالة زيد. لا فينا مايو بخير؟
دبس عليك هانيا، ميبقاش فيك الحال هانيا. مولاك مات الله يرحمه، ماشي يا مايا هانيا الله يرحمه ان شاء الله. ايه اوسكار ريح. السلام عليكم. السلام الشيخ، كدير بخير؟ بخير هاني. مالي فيا في الكلبة ولا والو؟ واش غنقول لك، من نهار جات وهي باقا كاعي على مولاها، باقا ما كلاش والو الشيخ، ومن نهار جبتيها هنايا وهي باقا كاعي على مولاها. ياك ما كلاش ما والو، كاعي على مولاها. ولكن اجي نتايا البارح كنت لقيتك حدا داك البزناس، كنت كميحشيش نتا؟ امتى الشيخ؟ البارح في المسيرة، حيت كتقدم ودينا حنا البارح. البارح مبغيتش نهضر معاك حيت انت ديالنا هنايا، زير راسك شويه انت. انت راك عارف الشيف هاد القنش هادي اللي ما تبنيشيش معاهم راه كيف والو، والله يعفو عنا الشيف وصافي. شتي اللي نقول؟ والله راه عافي، وانت الله يهديك دري زوين وكتخدم على راسك، وانت راه ود الناس وانت عزيز علينا وكل راجل الله عافي. المهم هاد الكلب هادي انا غنديها للفيلا ياك، وغادي نقابلها انا. المهم دابا انا غنمشي باش نجيب الدريه من المدرسه، الدريه بنتي من المدرسه، ويكون خير ونتلاقى فهمنا. وكل لي صحه نجي نديها صافي، انا نمشي نجي الدريه بنتي من المدرسه ونتلاقى وكل صحه كون انا الشيخ. يلا الله يلا ماي تبارك الله الله ماي. علاش بغيتي الشيخ ولا علاش؟ يلا يلا نمشيو ندوشو شويه. مال بابا تعطل عليا دابا مجاش المدرسة، نمشي بوحدي تجي للدار دابا. رحمك يا بنتي الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمك يا بنتي، والسعر اللي قد قوضوا الله يرحم هاد الناس كامل. انا اللي خرجت عليك، انا اللي خرجت عليك وكنت طاغي، انا اللي كنت كنتعدى على عباد الله. الله يرحمك، كنت باغي نشوفك عروسه ونفرح بيك ونشوف وليداتك. الله يرحمك. جابوا للمقبرة وكيف كيف سكين على داك القبر، باينة واقعة ليه شي حاجة، خاصني نشوف مالو ضروري ضروري، وخا معدي وظالم غنشوف مال. ما ننساكش يا بنتي، بنتي ما ننساكش، غنولي ندير الخير، ما بقاش نتعدى على عباد الله. انا طاغي حتى السلطة، ما بقاش نتعدى. الله يرحمك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نود نود أخي نود 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 نود. عرفتك غادي تصدم من اللي غتشوفني أنا يا حداك، عرفتك ما كتحملنيش وما عندكش معايا، ولكن أنا يا شكت بكي وبقيتي فيا وبغيت نعرف مالك، أشنو وقع لك؟ بنتي بنتي ماتت، دارتك سيدة تعطلت عليها وماتت لي يا بنتي. اللي عندي في الدنيا هذه ماتت. اسمع اسمع اش نقول لك، اسمع، انت بنتك ماتت الله يرحمها، والكلبه اللي خديتي من عندي
واللي ديتي ليا انايا راهي كتجي عاد مولاها، واخا ديتيها ليا وعطيتيها لواحد كتهرب وكتجي عاد مولاها، كتهرب وكتجي للقبر كتزور مولاها. وبنتك ماتت الله يرحمها، شو الدنيا شحال صغيره، صغيره بزاف. الدنيا دواره، الدنيا دارت بيا وخلصاتني، نوبه ديك الكلبه خرجوا فيا، انا حاطه عند الكارديان وهي كتهرب لي وكتجي تزور مولاها، وانا جزاني الله بنتي عيدات لي الكبده ديالي. اسمع اخويا اسمع، بنتك ماتت الله يرحمها، ولكن نتايا نقدر نديك عاد شي واحد ونسد عليك في شي دار وما تجيش تزور بنتك؟ ما يمكنش لك ما تجيش تزور بنتك، حتى الكلبه كدير المستحيل على مولاها باش تشوفو، حيت اي حاجه دارتها على مولاها، حيت هي كانت وفيه بزاف لمولاها. تقدر انت اليوم تزور بنتك وغدا ما تجيش تزور بنتك، وهي يوميا تجي واخا تسد عليها بسلسله كتقاتل وكتقطعها وكتجي تزورو. هادشي اخويا اللي غنقدر نقول لك، اما ربي راه كبير وما جازكش بنتك، ربي عطاك عبره باش تفيق وتعيق وما تبقاش معدي وما تبقاش طاغي، حيت اللي عنده السلطه كيتعدى على الفقير. هادشي اخويا اللي بغيت نوصل لك انايا. اما الكلبه راه ماتت على مولاها، واخا ما عرفتش شنو دير غتموت عليه وما يمكنش لها تسمح فيه. تقدر حتى تزور بنتك اليوم وغدا ما تجيش تزورها وبعد غدا ما تجيش تزورها، ولكن هي يوميا كتجي. هاد الكلام اللي قلتي، الهضره اللي قلتي في محلها، انا كنت طاغي كنت كنتعدى ولا عجباتني شي حاجه كنديها، وانا ربي جزاني بنتي دالية بنتي باش تدير لي الضمير. وهاد الكلام اللي قلتي في محله، وديك الكلبه غنتهلا فيها وغنديرها بحال بنتي، حيت في طريقها هي ربي جزاني، وانا غنكون معاك ومع اللي بحالك. انا واخا عندي السلطه كطاغي، دابا انا مع الفقير ومع المسكين ومع اللي بحالك نتايا. مني قلتي لي هاد الهضره هادي فرحتيني بزاف، وهاديك الكلبه خاصك تهلا فيها باش ربي سبحانه وتعالى يسمح لك على الجريمه اللي ارتكبتي، الجريمه اللي قتلتي، وسمح لي حتى انا بزاف اللي قلت لك شي حاجه دراتك في خاطرك. السلام عليكم الخوت، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. المهم الخوت، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا بزاف على البارطاج ديالكم، شكرا بزاف على التفعيلات ديالكم لهذه القناه المهدي تابيت، شكرا بزاف الخوت، بلا بكم والله ما كاينه شي حاجه. المهم الخوت، كلشي بارطاجي وكلشي دير لايك وبارطاج، وان شاء الله الجزء الثالث غادي يكون هاد السيمانه، غتكون قصه واعره بزاف، قصه غتكون مختلفه. تبارك الله عليكم الاخوان كاملين، بلا بيكم ما كاين والو.